من جموع الكثرة، اسمعوا الله، من جموع الكثرة فعال وشبهه، فعال يجمع عليه الرباعي اللي يحرف واصية، والخماسي اللي يحرف واصية، وشبهه يجمع عليه الرباعي الذي بعض حروفه غير أصلية، والخماسي الذي بعض حروفه غير أصلية. فعال تقول في جعفر جعافر وزنه فعال، وتقول في جوهر رباعي بزيادة الواو زائدة، تقول فيها فواعل، تقول فيها جواهر، جواهر وزنها فواعل، وتقول في صيرف صيارف، فصيارف ليست فعال بل هي شبهه، لأن صيارف الياء فيها زائدة، وفعال كل يجمع عليها مع حروفه وصول. نقول وبفعال وشبه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، ما فوق الثلاثة الخماسي والرباعي من غير ما مضى، أما ما مضى فهو على ما مضى. فتقول في سكران سكارا أو سكارا، وتقول في أحمر حمر، حمر أحمر ارتقى فوق الثلاثة، لكن تقرر له جمع على صيغة غير فعال فهو على ما تقرر له. أحمر تقول في حمر، حمراء حمر، عاذل عاذل فوق الثلاثة، لكن تقرر أنه يجمع على عذل على غير الجمع. هذا قوله وبفعال لو شبه ينطق في جمع ما فوق الثلاثة ترتقى من غير ما مضى. كذلك مما يجمع على شبه فعال قولك مسجد، تقول مساجد، هذا شبه فعال، فعال الفاء أصل والعين أصل واللام أصل واللام أصل، لكن مساجد مفاعل الميم زائدة. وكذلك سلم تقول فيه سلالم، سلالم سلالم فعائل، فعائل من غير ما مضى. ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس، إذا كان الاسم خماسي على خمسة حروف من أصول لا تتأتى بنية فعال إلا بحذف بعض حروفه، يحذف الأخير. فتقول فيه سفرجل، سفرجل بحذف الخامس، تقول سفارج بحذف اللام، واضح؟ وتقول في جحملش الأفعى جحامر بحذف الشين. قال السيبويه لا تجمع العرب ما حذف بعض أصوله إلا إذا أكرهت، إلا إذا ضربوا. وكذلك إذا كان الاسم خماسيا بزيادة نحو سيبطرة، سيبطرة خماسي والألف زائدة حذفها وسوف يأتي. تقول سباطر، قال من غير ما مضى ومن خماسي جرد المجرد لاخرا في بالقياس. فإذا كان خماسيا وحرفه الرابع من حروف الزيادة أو من مخرجها، هو أصل ولكنه من حروف الزيادة أو من مخرجها، فأنت بالخيار إن شئت حذفت الرابعة هذا وإن شئت حذفت الخامسة. فتقول فيه فرز، تقول فيه خدرنق، خدرنق خدرنق العنكبوت، الحرف الرابع وهو النون من حروف الزيادة، وإن كان هنا أصلا لكن من حروف الزيادة، وهي سألتمونيها أبوي، لك أن تقول هذه النون من حروف الزيادة، وحروف الزيادة تستحق الحذف دائما، حذفها وابقي القاف. فتقول خدارق بحذف النون، ولك أن تقول خدار بحذف القاف، إن حذفت القاف فلأنه أخير، وإن حذفت النون لأنها وإن كانت أصلا في هذا المكان فهي من حروف الزيادة، واضح؟ كذلك إذا كان من مخرجها نحو فرزدق، فرزدق فرزدق الدال ليس من حروف الزيادة ولكنه من مخرج التاء، والتاء منها أبوي، فتقول فرزدق فرازد بحذف القاف أو فرازق بحذف الدال. أنا قولي والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. اقرأ زائد مجاوز الرباعي احذفه، إذا كان الاسم رباعي وفيه حرف زائد كذلك احذفه، وإذا كان خماسيا وفيه حرف زائد احذف الزائدة
واحذف الخامسة من الأصول، فتقول في فدوكس الأسد، فدوكس هذا زائد مجاوز وزائد العاد الرباعي، زائد زائد مجاوز الرباعي وزائد العاد الرباعي، المجاوز الرباعي احذفه، فتقول في فدوكس، فداكس حذف الواو لأنها زائدة، سبطرة تقول سباطر بحذف الألف، مدحرج تحذف الميم تقول دحارج، زائد العاد الرباعي احذفه، إلا إذا كان لين، لين قبل الآخر، وهو قوله ما لم يكن لينا إثره الذي ختم الليل وغف الذي، إذا كان لينا وقبله وبعده الحرف الأخير أبقيه، فتقول في عصفور، عصفور زائد مجاوز الرباعي، زائد مجاوز الرباعي، عصفور حروفه الأصول أربعة والواو زائدة، تقول في عصافير لا تحذفها ولكن أقلبها ياء، عصافير لأن يعني الواو هنا سوف تتقدمها كسرة، والواو إذا تقدمتها كسرة تنقلب ياء، وكذلك تقول في قنديل هذا زائد مجاوز الرباعي ولكن الرابعة لين إثره الحرف الأخير، فتقول قناديل بإبقاء الياء كما هي، وتقول في مصباح مصابيح بقلب الألف ياء، هذا قوله ما لم يكن لينا إثره إلا الختمة، زائد العاد الرباعي احذفه، ما لم يكن لينا إثره إلا الختمة، فإن كان لا تستعجل، فإن كان خماسي الأصول وفي حرف زائد حذفت منه حرفين الزائد والخامس الأصلي، فتقول فيه قبعثرة، قبعثرة هذا في أصوله خمسة وفيه ألف زائدة، تحذف الألف وحرف الأخير، قبعثرة تقول قباعث، حذفت الألف والراء، إذا كان قد يكون في نحو فردوس، فردوس ما قبل الأخير لين، تقول فراديس لا تحذفه، لا فرق بين أن يكون الحرف قبله حركة مجانسة كعصفور ومصباح وقنديل أو قبله حركة غير مجانسة، الكل لا يحذفه، فردوس فراديس، غرنيق غرانيق قبل الواو فتحة وقبل الياء فتحة وهما غير مجانسات مجانسين لهما، هذا وتقول في نحو هبيخ هذا لين، هذا ليس لينا بعده الحرف الأخير ولكنه ليس لين لأنه مفتوح، احذفه، تقول فيها بيخ هبايخ بإبقاء الياء الأولى، وتقول فيه كنهور كناهر بحذف الواو لأنه وإن كان قبل الأخير لكنه ليس لينا لأنه ليس ساكنا، واضح هذا؟ أما قوله وزائد العاد الرباعي احذفهما لم يكن لينا إثره إلا الختمة، والسين والتامين كمسند أزيل، تجري مفاضلة بين الحروف تقدم ما له مزية في المعنى أو ما له مزية في اللفظ أو ما لا يغني حذفه عن حذف غيره، هذه تفاضل الثلاثة، والسين والتامين كمستدع أزل، مستدع الميم زائدة، السين زائدة، التاء زائدة، لكن الميم لها مزية معنوية تدل على معنى في الأسماء، تدل على اسم الفاعل، على اسم المفعول، أبقها واحذف السين والتاء، تقول في مستدع مداعن، مداعن بحذف السين والتاء، لا تتأتى البنية إلا بحذف بعض الحروف، احذف ما ليس له مزية، استخراج مسمى به لو جمعته تكسيرا تقول تخاريج، تحذف الألف والسين لأنك لو قلت سخاريج خرجت إلى عدم النظير، لا يوجد في العربية وزن سفاعيل، سخاريج سفاعيل لا يوجد هذا الوزن في العربية، قل تخاريج، تخاريج بوزن تفاعيل نظير تماثيل، تماثيل وتماثيل وتماسيح له نظير، أبوي هاي مزية لفظية، أما والسين والتاء منك مستدين أزل إذ بين الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء، فتقول في منطلق مطالق، الميم أحسن أبوي، ماذا بعده؟ والهمز وليا مثله إن سبقا، فتقول في جمع ألندد، ألندد الهمزة زائدة والنون زائدة ولكن الهمزة لها مزيتان، تقدمت وتحركت ولها مزية في المعنى، والنون تأخرت قليلا وسكنت والحركة أحسن من السكون، فماذا تعمل فيها؟ تقول ألاد، ألاد بالإدغام
ألندد تقول ألاد أصوى ألادد، أضغمت الدال في الدال وحذفت النون. الهمزة لها مزية معنوية تدل على التكلم، أكتبوا أقرأوا. يلندد يلندد الياء زائدة والنون زائدة، الياء أولى تقول يلاد بحذف النون، لأن الياء لها مزية معنوية تدل على الغيبة في الأفعال، يكتب ويقرأ وضعها. فنقول إيه والهمزة والياء مثل إن سبق نعم هذا هذا النوع الثالث. والياء على الواو حذف إن جمعت ما كحذفه. الواو أفضل من الياء لأن حذفها لا يغني عن حذف الياء، وحذف الياء يغني عن حذف الواو، فالواو أقوى هنا. فتقول في حيزبون حيزبون حزابين، حذف الياء حذف الياء، لأنك لو حذفت الواو من أي من أول أمر تقول حيازيب حيازيب بعد ألف مفاعل ثلاثة أحرف، وهذا لا يجوز. ألف مفاعل لا يكون بعده إلا حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. فإذا حذفت من أول الأمر الواو تقول حيازيب، تضطر مرة أخرى أن تحذف الياء وترجع تقول حزابين. فمن أول الأمر بادر إلى حذف الياء وقل حزابين وعطاموس عطاميس. أبويا هذا قوله والياء للواو واحذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في زائد سرندا 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 وعفرنا وحبنطا. ثلاثي الأصول في زيادتان لإلحاقه بسفرجل، أنت مخير لا مزية لإحداهما. تقول فيها حبنطا حبنطا الألف زائدة والنون زائدة، إن شئت قلت حبانط حذفت الألف، وإن شئت قلت حباطن منقوص حذفت النون. الزيادتان متكافئتان لا مزية لإحداهما عن الأخرى فحذف إن شئت. حبنطا حبانط أو حباطن، عفرنا عفارن أو عفرنا عفرنا عفارن 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 أو عفارن منقوص جرد الزائد سرندا وكل ما ظهره كالعلم.